عباد الله، نهانا الإسلام عن الحسد. الحاسد حقود، غضبان على القدر، ناقم على قسمة ربه، يرى نعمة الله على الآخرين نقمة منه عليه، يحيا في الخلق بداء إبليس وأسوأ ولدي آدم. إذا نظر للنعم نظر باستحسان مشوب بخبث، تفور نفسه بالتمني أن تزول النعم عن أصحابها ولو لم يتحصل هو عليها. الحسد نظر من خبيث النفس وفاسد الطبع، يخلق الله عنده ضررا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لن تقوم لمجتمعاتنا وبيوتنا وصلاتنا قائمة حتى تسلم القلوب، واليوم تغيرت الأحوال ودب إلينا داء الأمم التي سبقتنا. الحسد والبغضاء، والبغضاء هي حالقة الدين ولا أقول حالقة الشعب. يا أيها الحاسد، يا مريض النفس، اقنع بالذي أوتيت وارضى بما قسم لك، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وسله من جوده وكرمه. كأن الله يقول لك: أنت عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض عن قسمتي، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. يا أيها الناس، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. يا أيها الحاسد، إن أول ذنب عصي الله به في السماء حسد إبليس لآدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض حسد أحد ولدي آدم لأخيه. سبحان الله، ولا تجدون ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، يؤذيه سرور الناس، ولله در الحسد ما أعدله، بقي بصاحبه قتله حتى قتله. أقول لكم لهذا البيت حكاية أختم بها موعظتي. قد ذكر بعض أهل الأدب كالأبشهي وغيره أن رجلا من الملوك الكبار ويقال هو المعتصم، اتخذ صاحبا له نديما يجالسه ويقربه، فحسد هذا الصاحب بعض الوزراء، فسعى في نقمة شديدة، دعاه إلى طعام وأكثر فيه الثوم والبصل، ثم قال له: إياك أن تدخل على الملك، فإن أكره شيء له ريح الثوم والبصل. قال: لا بد من مجالسته. قال: إذا ضع على فمك لثاما. ثم خالف إلى الملك، قال له: إن فلانا يقول بك البخر، وإن ريح فمك أهلكه، وهو يضع على فمه لثاما لأجل ذلك. فلما دخل الرجل وعلى فمه لثام، رأى ذلك الملك فمال إلى تصديقه فغضب، فكتب كتابا إلى عامله: إذا وصلك حامل الكتاب فاقطع رأسه. وقال للرجل النديم هذا: خذ الكتاب إلى عامل فلان. فلما خرج تعجب الوزير الحاسد، قال: أما نكل بك؟ قال: لأي شيء؟ أعطاني هذا الكتاب ولعله أقطعني أرضا أو أعطاني شيئا. فقال: لولاي ما وصلك الخير فأعطني. قال: خذه هو لك. فانطلق الوزير إلى العامل فقتل بالكتاب. وبعد أيام سأل الملك عن الوزير، قالوا: قتل بكتابك. فتعجب، قال: وفلان؟ قالوا: هو سالم في المدينة. فأرسل إليه، فلما دخل قال: لما أعطيت الكتاب للوزير؟ قال: هو سألني وحدثه الخبر. قال: أأنت قلت للناس أنني أبخر، يهلكك ريح فمي؟ قال: كلا والله، وأخبره خبر الثوم والبصر. فقال الملك: سبحان الله، ما أعدل الحسد، بقي بصاحبه حتى قتله. لله در الحسد ما أعدله، بقي بصاحبه حتى قتله. الحسد والعين يا إخواننا حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وأكثر أموات هذه الأمة وغيرها تحت التراب من العين ومن الحسد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ووجد عندها جارية بوجهها سفعة، قال لها: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها الحسد. الحسد يبقى مع الرجل، ينام معه ويقوم معه ويحل معه ويرتحل معه، حتى إذا صعد حالقا أرداه، ولن يسلم أحد من الحاسد حتى يعمي عليه أموره. وكل العداوات يرجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد. لهذا يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين.
اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق وأطيب الأعمال وأحسن الآداب. اللهم علمنا من الإسلام ما جهلنا.